أبو القاسم مسلمة بن أحمد المجريطي ولد في مدينة مجريط التي هي مدريد الآن عام 950 ميلادياً، وهو عالم في مجال الفلك والكيمياء والرياضيات والاقتصاد. شارك في ترجمة كتاب بطليموس وأجرى تعديلاً على الجداول الفلكية التي وضعها الخوارزمي، وأسهم في تحويل التواريخ الفارسية إلى الهجرية، كما كان أول من استخدم أكسيد الزئبق، فضلاً عن براعته في علم الرياضيات والفلك، فقد وضع العديد من الكتب عن الاقتصاد والضرائب في الأندلس.